جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: عندما ألقى متسولا في الطريق فإني أقوم بإعطائه ما أقدر عليه ولا أحب نهره، امتثالا لقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. ولكن بعض الناس يقولون بأن أولئك المتسولين هم ليسوا في حاجة إلى الأموال، ولهذا لا يجب إعطاؤهم، وإن ذلك عادة اعتادوا عليها، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. السائل يبنى على ظاهر حاله فيعطى ما تيسر بناء على ظاهر حاله، إلا أن تعلم أنه غني أو أنه ليس بحاجة إلى السؤال، فهذا ينصح ويبين له حرمة هذا العمل ولا يعطى شيئا. إذا عرف أنه غني إنه لا يعطى، ويجب نصيحته وتذكيره لأن عمله هذا حرام، كما جاء في الأحاديث أن من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، وجاء في الحديث أن الرجل لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذا في حق الذي ليس بحاجة إلى السؤال، أما المحتاج فلا بأس أن يسأل، والمسؤول يبني على ظاهر الحال ما لم يعلم غنى هذا الشخص. نعم.